تباركي للتاخر وتدخل للقسم تاعك تقرا عادي. التاخر الثاني رانا نستدعيو الولي تاعك وتاخذوا معك الاجراءات القانونيه. هي أول رخص الدخول التي تحصل عليها هذان التلميذان من مستشار تربوي بعد تأخرهما صباحا عن الالتحاق بمقاعد الدراسة، ظاهرة تستفحل مطلع كل الدخول المدرسية والسبب واحد. أنا وصلت نهار الأول الساعة الأولى روطار على باسكو بروغرام شغل لونا مولفين تاع الصيف كونيكسيون ترقعد على 3 تاع الصباح معليش هم يوصلوا فينا الاساتذه قال لك نوضوا ركضوا بكري بيت نوضوا صباح بكري. راك تشوف فينا رانا نوضنا روطار، السبب الرئيسي هو نسهروا في الليل، تليفون كونيكسيو، مازلنا موالفين في الريتم تاع الصيف الله غالب. ملاحظه في هذا اليومين وهذا اليوم الثالث اللي رانا فيه كاين بعض التلاميذ بزاف يتاخروا، كاين اللي مازال مبرونشي في العطله تاع الصيف مازال ما يرقدش حتى للزوج تاع الليل يكونيكتي الى اخره. حنا نحوسوا نعودوهم لان لاحظنا بعض الحالات في القسم نلقاوه راقد في الطاوله، وبعض الحالات يجي يتثاوب مع صباح يجي يتمشى ثقيل الى اخره. حنا نحوسوا نعودوهم في بدايه السنه ما بعد مازلنا ما طلقناش في الدروس، نحوسوا نعودوهم باش التلميذ يكون ناشط مع صباح. تعمل الأطقم التربوية على معالجة التأخر الصباحي للتلاميذ بطريقة تدريجية، بداية بالتوعية إلى فرض قوانين ردعية انضباطية للقضاء على الظاهرة. وهذا ما يلقي على عاتقنا مسؤولية الإعادة التدريجية لنظام أو ريتم التلميذ من فترة الراحة والعطلة إلى فترة الدراسة، بداية بالتوعية ثم تدريجيا إلى حتى الوصول إلى القيام ببعض الأمور الانضباطية حفاظا على النظام الداخلي للمؤسسة. ظاهرة التأخر الصباحي هي من أكثر المشاكل التي تلازم الكثير من التلاميذ في معظم مراحلهم الدراسية. جهود الأطقم التربوية لا تكفي للقضاء عليها إذا لم تدعم بمتابعة واهتمام الأولياء.